وزمامة يلعبها في المرمى. مروان زمامة واحدة واحدة قوية على الحارس. الآن معكم باليمنى يسدد باليسرى يسدد. إنه شيطان كرة القدم المغربية. ميراث رينجرز حقيقة على المستوى المحلي تنوع. مروان زمامة ولكن هنا هفويس في الفريق المغربي. مروان 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 الفنان زمامة زمامة يحاول المرور. ما زالت المحاولة قائمة. مروان الله مروان الفنان سددها بشكل ممتاز بعد مجهود فردي. Over 39 points at home for Borough, and Zimama gives Borough the lead midway through the first half. A beauty. Forward to Zimama.
Mama's up against Hammer, he beats him, he's got a straight past him. John Hughes is right out there, stops out on the far side, got a bit of space, he just gets into the 30 box, does a wee step over, decides to cut it back, trying to get... Spin at the moment, looks like he's lost a bit of weight. This is Zamama, he's going to try and get it forward to Ryogan. He doesn't give it, but he's still got possession. Zamama, Zamama does ever so well here. Get into the back. Lovely chase down there by Colin Ish to defeat Merrill and Zamama. Nearly got robbed of possession there by the Forbes, but you know what Zamama's like. He can get himself in a good position. Merrill and Zamama right through. He takes a wee touch. Surely that was a penalty.
شعب العوفة شعبوية مروان زمامة يلعبها في المرمى ياتي التعادل بقدم المغربي مروان زمامة مروان زمامة ياتي التعادل بأقدام مغربية شعبوية في الدقيقة تقريبا العشرين من عمر أحداث الشوط الثاني شوفة تمريرة سحرية مثالية تألق كان لحارس مرمى الضيوف حارس مرمى فريق ديربي يونايتد الذي أبعد فرصة كبيرة لمصلحة فريق هيبرينيان ثم انطلاقة على الجهة اليمنى ومراوغة وتصويب وهدف أول في هذا اللقاء عن طريق اللاعب المغربي مروان زمامة تألق واضح لمروان زمامة في صفوف فريق هيبرينيان في هذا الدوري لحظة مراوغة رائعة من مروان زمامة ويصوب كرة قوية جدا في مرمى الحارس الإنجليزي نيكي ويفر حارس مرمى فريق ديربي يونايتد إلى الهدف المقابل لمروان زمامة في الدقيقة 27 لمصلحة فريق هيبرينيان في مرمى فريق ديربي يونايتد تستمر المحاولات أيمن زمامة ينصب مع there's no contest.